ورجعنا لكم تاني احلى ناس في العالم في احلى فقره في العالم مع احلى شيف في العالم لينا مسعد. منوراني يا لينا. بنورك. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. انا مبسوطه ان انا معاكم جدا النهارده. احنا كمان انا كثير مبسوطه لينا. يعني شفت وصفاتك الخطيره على الانستغرام عن جد بتفتح النفس يعني. اخر شيء اللي هي زي الكراسون مع 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 سبانخ ومشروم وتشيز. في شيء قبل ما ليها بتشهي غير الديزرت يعني. فسلم ايديكي. حليتي البرنامج فوق ما هو حلو. كيف بس هاي جديدة حلوة. لا بجد لينا من أحلى الشخصيات اللي أنا قابلتها صراحة. شخصية جميلة جدا وكمان شايف جميلة جدا. وإحنا يعتبر دفعة واحدة في فتافيت صح؟ أيوة اشتغلنا مع بعض أيوة. يعني تعرفت عليه من هناك بس. وعمرو برضو جميل جدا جدا ما شاء الله. حبيبتي ربنا يخليكي. النهاردة هتعملنا أكيد ديزرتس عشان أنت ملكة الديزرتس. هتعملنا إيه النهاردة؟ بص بقى, بما ان احنا في الشتاء وفي بطاطا في كل حته موجوده في كل حته فعايزين نستغلها. فانا بحب التشيز كيك وبحب البطاطا فقلت ايه ما نعمل الاثنين مع بعض. طح. بطاطا تشيز كيك. ايه ده متحمس جدا. جديده وغريبه. انا اول مره بسمع فيها. انا التشيز كيك بالعاده باكل طبقه البلوبري مع البسكوت اللي تحت فبقيم حتى الجبنه كلها بقيمها. بس اذا رح تكون محشيه بطاطا وهيك كمان بطاطا وقرفه وقرنفل وجوز الطيب فحاجه كده شتويه حلوه قوي. يلا. انا مبسوطه ان انا مش هترجم النهارده. انت قلتي بقيمها كنت هترجم قلت لا لينا فاهمه. لا ما انا فاهمه. احنا عشان جذورنا فلسطينيه بالاخر. أيوة. أيوة. ايش اسمه هذا الشيء المربع؟ بوتاجاز. لا انت لسه فرن. شكرا شكرا. ما هي بتقولي انت هتساعدني في الفرن فبقول لها انهي فرن. بعد كده افتكرت دي كمان بتعرف تتكلم فلسطيني فده ايوه فرن. فرن وطنجره ايوه. شكرا مكيف مكيف. فاهمين بعض ما تقلقش. انا فاهم. انا كمان يا سلام. انا مش فاهم. انت سبع صنايع والبخت الحمد لله مش ضايع. مين اللي ضايع؟ ما شاء الله. على السريع وقف لي. لا وعمرو على فكره شاطر بيعرف يتكلم لبناني سوري كله وإيطالي طبعا وكل الحاجات دي. حبيبتي يا شو رأيك تقولي لنا الانجريدينتس؟ يلا طيب هنقول المقادير. طبعا للقاعدة عايزين 2 كوب بسكوت يبقى طبعا غير مملح ويبقى مضروب ناعم جدا, ربع كوباية سكر, 8 معالق كبار زبدة, الزبدة طبعا تبقى سايلة, ومعلقة صغيرة قرفة دي حاجة اختياري. للحشو بقى عايزين 3 كوب نشا, عايزين معلقة كبيرة قرفة, نص معلقة صغيرة جوزة الطيب, نص معلقة صغيرة ملح, نص معلقة صغيرة قرنفل مطحون ناعم, 900 جرام كريم تشيز بس تكون النوع اللي هي تقيلة مش الخفيفة, عايزين كوباية وربع سكر, 4 بيض حجم كبير, 1 معلقة صغيرة فانيليا, 1 معلقة صغيرة بشر ليمون, ونص كيلو بطاطا. البطاطا تكون مهروسه ناعم جدا جدا. تحفه. اوكي. وفي بقى اخر حاجه التوبينج. التوبينج عباره عن كوبايتين ونص عين جمل, يستحسن يبقى محمص, وعايزين كوبايه سكر ابيض, كوبايه سكر بني, نص معلقه صغيره فانيليا, 3 ارباع كوبايه حليب مبخر. لو ما فيش حليب مبخر ممكن نستخدم زبادي او حليب كامل الدسم. عايزين كمان نص معلقه صغيره بيكنج سودا, رشه ملح, و3 معالق كبار زبده على درجه حراره الاوضه. تحفه. بس ده يلا. شفتي عندها فيري كيوت اكسنت بتتكلم زي اجنبيه. توبينج. ايوه. انت فلسطينيه مصريه كنديه حاجات كتير في بعض. روسيه يعني في واتولدت في السعوديه أصلاً. يعني بص في احنا بنعرف كل قصه حياتك مبدئيا يعني اليوم. وانت عم تطبخي احكي لنا شو سر التعدد اللي عندك. ايش مين الروسي مين فلسطيني؟ بصي بابايا فلسطيني روسي. اوكي. ماما يعني والدته روسيه وابوه فلسطيني. اوكي. ماما مصريه. اوكي. انا اتولدت في السعوديه واتنقلنا بقى كتير بس اتربيت بقى في كندا. يعني رحت كندا من 4 سنين وتخرجت بقى من هناك وكده واشتغلت. رجعتي من كندا من 4 سنين مش رحتي؟ لا عاشت عبي كندا من عمرها 4 سنين. انا 4 سنين وعشت بقى هناك. كملت بقى دراستي وبس هذا سر التوبينج. ايوه. اصل هو دايما لينا يعني. طب قولي لنا الاول ايه اللي هتعمليه دلوقتي عشان نتكلم.
لا يعني قولي لنا ايه اللي هتعمليه عشان لما الناس تشوفه على الشاشه يبقى فاهمه بتعمل طيب ايه. طيب اول حاجه هنعمل طبعا البيس او القاعده بتاعت التشيز كيك اللي هي معروفه دايما بتبقى بسكوت. البسكوت طبعا ما يبقاش مملح، عليه زبده وسكر، وانا ضايفه عليه برده شويه قرفه. طيب. اوكي ماشي. بعد ما نخلص القاعده دي بنروح حاطينها فردينها في الصينيه كويس جدا وندوس عليها عشان تبقى متماسكه لما نيجي نشيل القطع، وبندخلها الفرن على 170، هتقعد حوالي 10 دقائق بس كده عشان تمسك نفسها وتاخد لون حلو. طيب. بنطلعها ونسيبها تبرد، وبنكون بقى احنا ايه نشتغل في بقيه المكونات. يلا تعالي نشتغل في بقيه المكونات. اوكي عايز نعمل القاعده الاول؟ يلا بينا براحتك. أوكي. اللي انت عايزاه. خلينا نبتدي في القاعده. يلا لينا دايما بتشوفوها على طول في البرنامج بتاعها، اعتقد ما بيبقاش فيه فرصه ان انت اكتر تقولي حاجات عن نفسك، تقعدي تتكلمي عن عيلتك زي ما نقدر نتكلم هنا، فالنهارده اعتقد هيشوفوكي بشكل مختلف صح؟ بالظبط، هيتعرفوا عليا اكتر. بالظبط. طب لينا احكي لي انت، يعني انت شكلك ميكس ما بين الروسي والعربي الاثنين صح؟ الروسي والمصري. ايوه مظبوط، في الميكس واضح حتى في الشكل. مظبوط. لا كل هي اسمع عينيها بتخيل رايحه على روسي. ايوه. وحتى لون بشرتها بس هيك الشعر الغامق عم بعطيها على عربي. مصري على صح ولا لا؟ صح دي حقيقه. أوكي. طب ده هل قابلتي مثلا في الاول ناس مستغرباكي بتقول ايه ده هي ليه بتتكلم كده؟ ايه ده هي ليه شكلها كده؟ صح؟ بيفكروها شو شايفه حالها يمكن. بيفتكروني وانا مش كده خالص. ايوه لا انا عارفها على الحقيقه. وفي ناس يعني عشان ممكن يطلع مني كلمه انجليزي او أيوة. كده فيقولوا دي شايفه نفسها بقى وعايزه تعمل نفسها حاجه كلاسي. أيوة. والكلام ده يا جماعه انا مش كده خالص خالص بالعكس. انا يعني انا اصلا عايزه اقول لك لما جيت على مصر بجد ما كنتش بعرف اتكلم كلمه عربي على بعضها. ايوه. والكلام اللي كنت بعرفه يعني بعرف اتكلمه كان بيطلع كله مكسل. شامي. اوكي لما جيت هنا بقى لقطت اللهجه المصريه لان هي سهله جدا. وحب انا اصلا طول عمري بحب مصر وبحب الشعب المصري. فحتى لما اتخرجت من يعني من كندا اشتغلت سنه وبعد كده قلت لاهلي لا انا عايزه يعني انقل على مصر وعيش في مصر وعايزه اتجوز مصري وعايزه اشتغل في مصر. كل التارجت يعني ده بابا يقول لي بلاش. كل الناس بتهرب من الموضوع ده. انت رايحه له برجليكي. لا بس تعرف يمكن لانه هي تغربت من هي صغيره فبدها يكون دائما الاشخاص اللي بعرف اذا انت بتوافقيني كمان لينا. الاشخاص والناس الدبلوماسيه اللي بدهم يسافروا من بلد لبلد ما بيكونوا صداقات عميقه جدا. بالزبط. فلما الواحد يكبر ببلد ويعني يعيش فيها كل حياته الا تلاقي عنده بيس او صح. اساس دائما بده يرجع له يعني. صح. صح مزبوط. يعني انا عمري يعني انا عشت هناك سنين بس عمري ما حسيت الفريندشيبس او الصداقه اللي عملتها هناك كانت قريبه قوي. فكنت احس الناس مش انا مش هم لا خالص. عكس اختي بقى، اختي لسه عايشه هناك ومش متأقلمه. انا لا انا بحب ابقى حوالين العرب وال بحب الشرقية كده في نفسك جواكي. عامر نفسه يهاجر على إيطاليا اليوم قبل بكرة. أنا كنت عايش في إيطاليا ولما رجعت صراحة عندي حنين فظيع لإيطاليا. يعني إيطاليا بالنسبة لي بلد الأحلام والحب فخطيرة صراحة. إيطاليا جميلة. طب إحنا دي المفروض هندخلها الفرن تقعد 10 دقايق كده تاخد زي ما قلنا لون حلو. أنا اعتبرها دخلت. خلاص كأنها دخلت. أيوه. هنعمل دلوقتي الحشوة. هناخد البيض. مهم جدا ان طبعا كل حاجه تبقى على درجه حراره الاوضه عشان التشيز كيك ممكن تهبط، ممكن تشقق كتير مننا لو الحاجه مش كلها واخده نفس بالظبط نفس الحراره. ولا مره عملت ديزرت وظبط معي ولا مره. بصي الديزرت يعني شويه لازم تلتزمي بالمقادير بالتكه. أوكي. هنحط برضو بشر الليمون عشان بحبه يتضرب مع البيض والسكر. طبعا لو حد ما بيحبش الليمون او البرتقال ممكن يحط فانيليا صح؟ انا حطيت ليمون وفانيليا. أوكي. حطيت الاثنين. في ناس بتستعمل الجلو على نكهه اللايم عشان الزفره يعني. وبرضه بعطي لون خضار فاتح. بجن اخوي بيعملها هيك وبحط فيها مزهر. اوكي يا الله شو زاكية. بتبقى حلوه قوي. هي حلاوه التشيز كيك كمان انه ممكن تحطي فيها اي حاجه. دي حقيقة. اي حاجه
بس هنعمل ايه دلوقتي؟ هنضرب انا ضفت البيض والسكر والفانيليا وشويه الملح وكل التوابل. يلا بينا. يلا احنا هنسكت وانت بتضربي. وانت هتكلم وانا بضرب؟ مش عارف الصوت هيجي ولا لا، ما اعتقدش هيجي. ممكن توقفي وتتكلمي. خلاص كده. فكره التشيز كيك بقى، عايزه اقول حاجه مهمه قوي. ناس كتير بتقولي مثلا التشيز كيك عندنا بتتشقق كتير جدا من فوق، خلاص. فالفكره ان احنا لو ضربنا كتير قوي هيحصل ايه؟ هندخل هواء. فالهواء ده لما يجي يخش الفرن هيبقى عايز يعمل ايه؟ هيبقى عايز يطلع. فبيروح بيعمل ايه؟ بيعمل تشققات. اوكي، فمش عايزين نضرب كتير. اوكي، اللي هو يا دوبك بس المقادير تختلط. حلو جدا. وبعدين ده بقى البطاطا. البطاطا احلى حاجه في الدنيا، انا بحبها جدا. انا بحب ريحتها بس ما بحبها، بس اليوم بجد هغير رايي. لا لا لا، البطاطا دي خطيره لان المكونات مع بعض. طب ليه ما تحبهاش زي البطاطس بس حلوه؟ لا ما بحبهم. انا ما بحب الاشياء الحلوه. أوكي. عشان كثير حلوه زي لينا. انا عايز اقول لك اصلا اول ما شفتك فاكر بعت لك. أيوه. بقول لك مين القمر اللي معاك. أيوه. دي حقيقه، دي من فتره كبيره. طب انا ما قلت لي انت، لانه بغار سيد يا لينا. طب انت عارفين يا لينا من قبلها من زمان انا بغار ولا بعمل الكلام ده؟ لا خالص. بس ما قلت لي كبستك. ليه ما قلت؟ نسيت عادي. طب ما تنسى عشان انا صاحباتي يتغزلوا فيك. بقول لك وانت محرومه يعني مجاملات يعني. احنا البنات بنحب كل خمس دقايق ده. هو يمكن حاسس عشان بتاخدي اتنشن كبنات كتير وكده. ما حصلش ولا حد بيعبرها بجد ولا حد سال عنه صراحه مبدئيا. بس انا قلت بدي اسايره واشوف. لا حرام، هتبتدي بلاش ننشر غسلنا. حرام، لم الدور. طيب بنت اجنبيه جايب لك اجنبيه يعني انت عايزه حلوه كده شفتي؟ انت كمان اجنبيه. طيب انا حطيت نشا. بدل النشا ممكن برضو تحطوا دقيق. الفكره هنا ان عشان التشيز كيك تبقى متماسكه اكتر وبتدي تكستشر احلى يعني. انا بحب النشا او الدقيق. فممكن تحطوا ده او ده. يلا بينا. هتضربي تاني صح؟ يلا بينا. نضرب كتير، حتى لو لقينا فيه شوية قطعة كده مش مشكلة. هنقلبها بالسباتولا مثلا. يس. أوكي. القطعة دي كلها كده كده بتسيح في الفرن مع الحرارة. تحفة. طب لينا أنا عايز أسألك حاجة. أنت درستي علم نفس للأطفال أو طب في علم النفس للأطفال صح؟ بالظبط. فإزاي دخلتي ده مع الطبخ والحاجات دي؟ أنا عارف طبعا إن أول برنامج كان مع طفلة صح؟ بالظبط. مش كده؟ فانتي مزجتي الموضوع ده ولا ما كانش قصدك ولا الموضوع جه صدفه ولا؟ لا هو بصراحه الموضوع جه صدفه. انا كنت عامله مشروع كده في البيت. بعمل طرط وكيكس وحاجات كده. ببيعها كلها اونلاين. بعمل الكاندي تيبل بتاعت الافراح والحاجات دي. فلقيت ناس بيكلموني عايزين يجربوا الحاجة. فجربوها وعجبتهم، وبعد كده قالوا لي طب احنا حابين انك ايه تيجي تكملي تعملي كاميرا تيست وتخشي في برنامج. فقلت لهم انا بتكسف جدا، انا بتكسف جدا من الكاميرا والعربي بتاعي مكسر. قالوا لي لا هم عايزين كده، عايزين حد مختلف شوية. فقلت لا. المهم اهلي بقى ايه فضلوا يقولوا لي جربي جربي. ف
قلت خلاص هجرب، واحتمال كبير مش هقبل، مش هيقبلوني يعني. بس جربت ورحت كده، وبعديها باسبوعين لقيتهم بيكلموني بيقولوا لي يلا يلا بينا. يا نهار اسود، انا لبست بس. وبعديها بقى انبسطت يعني. ايوه انطلقت. لا احنا كمان انبسطنا ان انت كملتي ورديتي. يلا بينا. هتحطي الكيك دي بقى المفروض احطها جوه هنا خلاص. دي زي ما قلنا المفروض تماسكت وبردت. يلا بينا. وبعد كده هندخلها على الفرن لمدة قد ايه لينا؟ هتقعد حوالي ساعة وربع. تحفة. واو. تسلم. انا بحب البارد، التشيز الكيك باردة. وانا كمان التشيز كيك الباردة. بتحب التشيز كيك البارد اكتر من السخن؟ السخن. انا العكس بقى. بس الغريب انه ما فيها ولا نقطة تشيز. مين هي؟ ولا هي لا الكريم تشيز. لا هي حاطه تشيز طبعا. انا فكرتها زي ويبت كريم. لا لا. انت ممكن تورينا بقى على طول النسخه دي، انت المفروض تعملي ايه بقى ليها؟ الصوص اللي على النار. هنعمل دلوقتي الصوص. اوكي. طب نشيل دي من هنا. يلا خليها. اتس اوكي. اتس اوكي. عادي خليها. نشغل. اساعدك اجيلك. البوتاجاز. يلا تعالي اجيلك. الفرن. الفرن. اصلا كل ما اقول فرن يقولوا لي بوتاجاز. أيوه. بس احنا بنقول عليه فرن. يلا ودي كمان اهو. تمام. يلا بينا. طيب انت تعملي دلوقتي التوبينج صح؟ هنعمل التوبينج. ازاي؟ قولي تاني كده. التوبينج. توبينج. توبينج. عايزين نتعلم الاكسنت دي. التوبينج. عندنا السكر البني والسكر الابيض. اوكي. اوكي. حطهم كلهم على بعض. يلا بينا. ده اللبن المكثف. لبن المكثف. لو لبن مبخر. اوكي. لو مش موجود ممكن تستخدموا لبن كامل الدسم. تحفة. او تعملوه في البيت يعني. اوكي هنحط زبدة. الزبدة. انا عايزة باتشينة تانية. كله فوق بعد ما احلاها. ما هي سهلة في كده. السهولة. بعدين السبايسز. لا القرفة دي مش مشكلة. يلا. ده البيكنج صودا. ده البيكنج. اشمهولك. دي الفانيليا. دي البيكنج صودا والفانيليا. ده اللي هنحتاجه. يلا بينا. طب لينا عايز اسالك برضو عن البرامج. ايه اكتر حاجه بتحبي تعمليها في البرنامج؟ انا عارف ان انت متخصصه في الحلويات. بس بتعملي كمان حادق مش كده؟ بتلاقي الحادق صعب؟ اصلا مثلا انا متخصص في الحادق. الحلويات بالنسبه لي بعملها عشان اكل العيش، بس انا من جوايا كده مش عايز اعمل غير حادق. انا ما بحبش اكل غير الحادق. بس بعمل حلويات عشان لازم اعمل حلويات عشان انا شيف. فانت بقى بتميلي لايه اكتر، الحلويات ولا الحادق؟ لا انا الحلويات اكتر بصراحه. يعني الحلويات بحبها جدا، بحس ان انا يعني مش عارفه كونفيدنت، واثقه في نفسي. واثقه في نفسي وخلاص فهمت التريكس بتاعتها. وبحب دايما اتعلم يعني، اعرف مثلا ليه مثلا ده حصل، ليه كيكه هبطت، ليه مثلا يعني لازم اخش الغلطه أفهم. ممكن تصير تخلي الواحد انه ما تزبط مع بالظبط. طب انت ايش بتفضلي تاكلي؟ لا حلويات. برضه انت عكسنا احنا تماما. انا ورند عندي سويت توث بشعه. لا انا مش عندي خالص. لا انا شغال. وينفع شغال ينفع نعلي اكتر؟ يلا عشان يلحق يعمل. اوكي. والجوز او عين الجمل بتحطيها ك ك كديكوريشن ولا؟ لا هحطها جوه هنا. بعد كده هنروح هنصبها بقى على التشيز كيك. هتصبيها على الجاهزه ولا النيه؟ لا الجاهزه دي. خلاص نعتبر انها دخلت في الفرن وقعدت مثلا ساعه وربع. أوكي. على 170 او 180 حسب الفرن يعني. تحفه. هو انا عليته لك اخر حاجه، بس ما تشيليش الصينيه يعني، خليها موجوده. أوكي. في الطاسه قصدي. ماشي. والتشيز كيك طبعا هنعرف انها جاهزه امتى؟ لما نلاقي الاحرف بتاعتها اخذت لون ذهبي خفيف قوي. ولما تيجوا تحسوها كده تلاقوها ماسكه يعني مش بتلزق في الايد. ايوه. وفي النص هنا هتلاقوها رخوه شويه. بتطلعها وبتسيبها بقى ايه تكمل سوا بره. بس واول ما توصل درجه حراره الاوضه بتغطيها وتدخلها الثلاجه. لازم تقعد حوالي مثلا نص ساعه. مش نص ساعه قصدي ست ساعات في الثلاجه. ست ساعات في الثلاجه. عشان اقل حاجه نفسها. يعني
عشان تمسك حالها. التشيز كيك هي معضلة الستات في البيت عشان بتحاول تعملها ساعات بتقلب ايه كيش. في ستات بيطلع معاها كيش والطعم ساعات بتبقى زفر وحاجات كده. عشان هيك البرد انا اسكى. بس الجزر اللي جايبها لينا الكوبي شكلها كثير ذكيه. هو المشكله في التشيز كيك مهم جدا ان المكونات اللي انت هتستخدمها لازم تبقى نظيفه. يعني الجبنه تبقى نوع كويس حلوة. البسكوت الزبده كل الحاجات دي بتفرق جدا جدا بالذات في الحلويات عامه. لو الحاجه جايبها مش الكواليتي بتاعتها مش حلوه بالظبط الحاجه مش هتطلع حلوه. طب لينا انا عارف انت كمان مهتمه بالاكل الصحي. ازاي حلويات وصحي مع بعض؟ دونت ميكس. فاهمك انا هي دونت ميكس وانا اي دونت ميكس اصلا انا ملخبطه كتير. بس يعني لا مهتميه لان احنا من ضمن الحاجات اللي درستها نوتريشن عشان التشايلد سايكولوجي. يعني كنا بنتعلم ازاي مثلا الاولاد اللي عندهم ADHD ADD مش عارف ايه الاكلات المفروض ياكلوها ايه الفيتامينز المفروض ياخدوها. يعني دي كانت يعني من ضمن الحاجات اللي درستها. اترجم لهم بس التشايلد سايكولوجي يعني سايكولوجيه الطفل. وفي ناس اولاد عندهم اضطرابات زي اضطراب فرط الحركه واضطرابات مختلفه ثانيه ده الاكل بتعمل لهم اكل مختلف. ايش الفرق بين الاي دي دي واي دي اتش دي؟ اي دي اتش دي بيكونوا يعني هايبر اكتر اكتيف اكتر ما بيعرفوش يقعدوا مثلا يذاكروا يعني ممكن بسهوله اي حاجه تلهيهم عارفه الاتنشن سبان بتاعتهم تبقى قصيره جدا. الاي دي دي اكتر بيبقوا اهدى عندهم نفس التريتس بس ايه بيبقوا هادين يعني مش ما عندهمش طاقه زياده. احنا لينا هننزل الصوص ده على البتاع دلوقتي انا هحط دلوقتي ده خلاص عشان ابتدى يبقلل السنه كده بالظبط. بس ما رح تحطي عليها قرفه؟ عايزه احط لك قرفه يا سلام بليز رجع بالي اكل. لا نحط لها هي قالت عايزه نحط حبيبتي ثانك يو بس هنحط برضو شويه ملح وده بنسيبه يبرد ولا بننزلها عليه عادي على طول؟ لا هو بنسيبها تبرد وانا مجهزه اصلا واحده بردت سنه اعتقد ان احنا محتاجين ان نبتدي نحطه بقى عليها نزينها ماشي. ده هنقلبه بس شويه اول ما تلاقوه ابتدى يبقلل جامد قوي والسكر يتقل سنه هنروح ضايفين عليه البيكنج سودا. ماشي ودي بتعمل ايه بقى البيكنج سودا؟ البيكنج سودا بتخلي الصوص هشش اكتر وكريمي اكتر. وما بتخليهوش برضو يحجر معاك بنسبه طبعا قليله. البيكنج سودا والحاجات دي بنستعملها بالنسبه للمظبوطه بالضبط. يعني يلتزموا بالمقادير اللي نزلت على الشاشه لازم جرام جرام شايفين عشان ما تصير كيش زي ما عملت بحكي لكم بعدين. نجيب التشيز كيك عايزه تحطيها هنا احطها فين؟ شكلها بشهي. انت عايزه تشتغلي فيها الاول بعد كده ننقلها هنا براحتك. انا ممكن ممكن احطها هنا وازوقها هي فاضل عليها بس التوبينج. اساعدك ممكن اشيل دول عشان لما يجيبوها في الكاميرا هحطها بس كده اسخن دي شويه يلا براحتك عشان دي جمدت شويه تمسك سنه لما تحطيها من فوق المفروض تمسك شويه ما تبقاش سايحه قوي. انا في البرنامج ده بشتغل ايه مروقاتي بحب قوي اروق. هو ده الصح عشان ايه مبقاش بس ما بتخليني انا اروق ليه؟ ما انت كنت بتروقي معي في رمضان. يعني صراحه لا هلا بروق معك بس لازم هذا المطبخ فيه شيء يا جماعه بنقعد نتخانق فيه انا وعمر يا لينا. ففي شيء هذا المطبخ تتخانقوا ليه بقى؟ لاف هيت ريليشن شيب. لاف هيت؟ طب ما دي احلى حاجه في الدنيا. توم جاري انا ايوه عايزه افتحه لك تاني؟ لا خلاص انا عايزه اقفله. اوكي بس عليها لونج بريس وخلاص. اول ما سخنت فكت بالظبط كده صح؟ ايوه اوكي يلا بينا ناخدها. دي ينفع احط عليها؟ ينفع عادي. يامي يامي شكلها. هو ده التوبينج اسمه بارلين. بارلين انا بحبه قوي عند محل ايس كريم مشهور بيعمل الايس كريم بالطعم ده. وممكن يتعمل بالبيكان والكراميل. عارفة اكيد المحل ده عارفة طبعا. كل ما اذا بتحب الديزرتس طبعا هي فيها ديزرت. انا دايسه فيه مش هقول لك لا. شكلها حلو قوي يا لينا. صراحه
هي بقى ايه لما تجمد شويه انا ما راح استنى تجمد انا راح اكل هي بقى هتبقى عامله زي الطافي هيك شكلها حلو هي امبيرفكت كده في الـ امبيرفكتلي بيرفكت ايوه بالظبط بس كده حلو قوي انا بحب دايما الديزرتس اللي مشرشره اللي معموله اللي عامله كده مش بحب المظبوطين او بحسهم فيك بالظبط انا بقى مشكلتي ان انا لما بعمل التورت بتاعتي بطلعها بالسنتي ببقى مجنناهم يعني لازم تبقى كده هلا عرفت انتوا اصحاب انتوا اثنين بيرفكشنست ايوه يعني بدكم تعملوا شيء بدكم تعملوه صح يعني عن جد لينا كثير انبسطنا بوجودك معنا وكثير متحمسه ادوق الكيك وانا كمان وحبيت انه حبيت حيكون معاكم رح تاكلي معنا طب ناخذها عندي على الغرفه مخلي عمر برا ايه حوار عندي على الغرفه ده هناكل هنا قدام الناس اوكي في الستوري بعد الحلقه ايوه طبعا لا والله انا مبسوطه جدا ومبسوطه اني شفتك يا عمرو بجد يعني بقى لنا كتير ومبسوطه اني شفتك كمان اخيرا يعني حبيتك كتير والله ثانك يو انا بالاكثر والله من بلدياتي أيوة. احلاك من هنا بعد هي احلى حاجه نيم بلدياتنا احنا الاثنين ايوه بالظبط لا لحظه حاجه يعني شرفتينا واهلا وسهلا فيكي لينا شكرا لكم كلكم حبيبتي النهارده كنا معانا صح كان معانا الشيف الجميله لينا مسعد اللي شفته جانب اخر من شخصيتها دايما بتشوفوها في البرامج طبعا هي طول الوقت ليدي وزي القمر بس النهارده عرفتوا عنها معلومات مختلفه وكانت مش هي الهوست كانت ضيفه والضيفه شرفتني جدا في برنامج هو وهن الشيف الجميله لينا مسعد نورتيني يا لينا بنورك شكرا حبيبه قلبي كمان عملت لنا لينا التشيز كيك البطاطا الخطيره اللي بصوص الكراميل وكمان عين الجمل ممكن نبدل عين الجمل باي حاجه ثانيه وصفه مبتكره ولذيذه جدا زي كل الوصفات اللي هتشوفوها في برنامجنا هو وهن تابعونا بكره ان شاء الله على قناه المحور باي باي